حرفة ورثة الآباء عن الأجداد بتعتمد على تداخل بين الحس الفني ونظرة إبداعية مصقولة بأيدي صانعيها ببراعة الرسام اللي أخذوها طبعا من الطبيعة. مواد الأولية ممكن تكون أيقونات فنية ترقى لجمال الطبيعة. أكيد. وعم نشوف تشكيلة بتاخذ العقل، تشكيلة دمشقية بتحكي عن تراث، بتحكي عن أصالة، بتحكي عن هالحرفة يلي بعدها عايشة بفضل جهود أبناء سوريا يلي توارثوها عن أجدادهم وبقيوا محافظين عليها، وإن شاء الله بيورثوها لأولاد أولادهم. رح نحكي أكثر عن تطعيم حرفة الصدف وتطعيم الصدف. بدنا نرحب بالسيد يحيى نعمة، وأحد شيوخ الكار. اهلا وسهلا فيك، يسعد اهلا وسهلا صباحك. فيكم، شرفنا يسعد يا ميت. اهلا صباحك. وسهلا، صباح يعني الخير. فردت لنا شغلات كتير كل العالم بتحبها. خلينا نحكي تسلمي. اول شي عن آلية صناعة الصدف، وكيف هيك عم تطلع على اللوحة لوحة فنية. نعم، هي الحرفة حرفة ذوقية وحرفة حسية. يعني إذا ما كان الفنان الحرفي عنده ذوق وحس رفيع ما بيطلع معه هذا الشغل. واحدة تاني واحدة، إذا ما كان هاوي وبيحب هي الحرفة وممكن إنه ياخدها بالوراثة، وبالوراثة على فكرة وكأنها بتمشي بالدم، بعروقه وبأحاسيسه، وبيحب وشغف إنه يقدم ويشتغل ويبدع بهالحرفة هي. ف أنا من الناس اللي توارثتها عن والدي، والدي عن جدي، وجدي كان من المسؤولين الحرفيين بورشة النعسان بباب شرقي مشهورة بالصدف. الوالد كمان كان شيخ الكار بهي الحرفة، ومن المبدعين اللي شاركوا بكثير معارض وأخذ من الشهادات الراقية المعترف فيها بالعالم الفني بهي الحرف. نعم. أنا نفس الشيء مشيت بنفس الطريق، طبعا تعلمت بالمدارس وسقلت هي الحرفة عن محبة. هون خليني أسألك سيد يحيى، يمكن شايفين إبداع بالشغل مثل ما بيقولوا شغل متقن على نعم أصوله. خلينا نحكي، يمكن وقت كنت تروح على الورشة مع والدك، شو أول شغلة تعلمتها؟ هاي القصة يمكن أكيد هي بتكون عبرة لكل الناس أو الأجيال يلي بحبوا هاي الحرفة. شو أول شغلة تعلمتها؟ شو أول شغلة عملتها كانت هيك لهلا بعدك محتفظ فيها؟ والله بشغلات. هو اول ما هو أول شغلة صرت بتضل انزل، بالذاكرة ايه طبعا، دايما. اول ما صرت انزل مع والدي، يعني كنت بالابتدائي وبداية الصفوف، يعني بالاول والثاني والثالث، كنت كثير يعني حب هي الشغلة، وقل له لبابا انه بدي انزل معك على الشغل على الورشة، يقول لي عود ادرس انت، قل له بدرس عندك في الورشة. هلا صورة فكنت والدك عم انزل، نشوفها بالشاشة كمان. نعم، فكنت انزل معه. واول شغله اشتغلتها، اول شغله اشتغلتها بالورشه عند بابا، اشتغلت مكموره. حلو. مكموره مشان صقت فيها المصاري بهذيك الايام، فرنجات ونصاص فرنجات وربع ليره والى اخره. بعدين صرت بقى بدي، اكيد لهلا عندك اياها بالبيت. والله راحت كسروها راحت. واحفادي كسروها. فبعدين صرت غافل والدي وقت اللي يروح على الجامع، يروح على السوق، اقعد محله اشتغل بالصدف. حلو. صرت اشتغل بالصدف من قفا. بعدين صار يطلع معارض. بذكر انه مره طلع على معرض بالكويت مدته شهر، فانا استغليت هاي الفرصه واشتغلت الشغل المبدع والحلو الكتير، وقدمته للتجار اللي كانوا ياخذوا من ابي. فكان التجار مثل انبهروا بيها، مفاجأة. انبهروا وتفاجئوا انه هذا شغلي. قال انت عم تضارب على ابوك، بدك تشتغل، انت فنان. حلو، هاي كانت أول هاي خطوة. كانت او من خطوات البدايه، والحمد لله نجحت فيها وانا كنت مبسوط كثير. أكيد. طب خلينا نحكي، يعني نحن اللي عم نشوف نماذج صغيرة يمكن عن طبعا الصدف، نعم كيف عم تدخل بالديكور والأثاث هلأ بشكل كتير قوي؟
طبعا نحن هلا من بعد معلمينا القدماء ووالدي وغيره كانوا يشتغلوا هالقطع الاساس المنزل، اساس المنزل مثل بتاع كلياتنا بنعرف جهاز العروس وصندوق العروس والى اخره. فنحن هلا فكرنا انه نطور هي الحرفه لمجال اوسع، لانه حرفه هي مو سهله، وحرفه سوريه دمشقيه معروفه، ما في غيرها يعني غير دوله لا يمكن حدا يشتغل هذا الشغل برات سوريا وبرات دمشق. لذلك نحن ابتدعنا انه نساوي المكاتب، مكاتب وصالونات، ودخلنا على المساجد والكنائس والاماكن المرموقه، ودخلنا على القصور، قصور الرئاسية والقصور والمكاتب الوزارية وإلى آخره، بالإضافة للمفروشات أضفنا الديكورات، ديكور الأسقف والجدران والمكاتب، فدخلنا بكل هالمجالات. هي بدي أحكي لكم شوي عن أساس هي الحرفة. يلا خلينا نحكي عن أساس هي الحرفة. أول ما اشتغلوا فيها الحرفيين بالنسبة للصدف، اشتغلوا فيها قبل ما تنزل على الخشب والأساس المنزلي والمكتبي وإلى آخره، نزلت على الأحجار. فمنشوف ببعض البيوت الدمشقية القديمة في الأرض تبقى مشغولة من الحجر، منزل الحجر بقلب الرخام ومضاف إليه الصدف بعروق نباتية وعروق فنية وهندسية وإلى آخره. هلأ زيادة فوق هذا الشيء من بعده اجت صاروا يشتغلوها بالمحاريب والجدران بالكنائس والمساجد، إضافة لبعض البحرات التزيينية بالبيوت بيقولوا لها فستقيات وغيرها وغيراتها. وقت اللي عم تنزل هالمي على الفستقية والبحرة، هذا الصدف من اللي بيطلع منه اللولو، وهو هذا صدف اللولو، فبتلاقي البحر عم توج وج مثل الكريستال. شيء من أبدع ما يكون. والحمد لله يعني هلأ بوقتنا الحاضر جانا الدعم من القيادة القطرية ومن وزارة السياحة ومن وزارة الصناعة والاتحاد العام للحرفيين والجمعية الحرفية بتطوير هي الحرف، مو بس حرفة الصدف، جميع الحرف التقليدية اليدوية. وعملوا لنا حاضنة بدمار، استحدثوا حاضنة بدمار اللي منشأة كانت سابقا معمل زجاج دمار، سووا هلأ هي معهد للتدريب وتأهيل الحرفيين وتطوير هي ودعم هي الحرف التقليدية. نعم سيدي يحيى، خلينا قبل يعني نستغل الوقت ونحكي اليوم عنا مزهرية، عنا صناديق. نعم. وكل شيء موديل وكل شيء لون ومختلف. نعم. خلينا نحكي شو بيختلف مثلا الأبيض عن فيه ورد عن اللي بعده، خلينا نحكي، تفضل اشرح لنا مثلا شوي. مثل هالقطعة هاي تمام، هاي قطعة علبة فينا نعتبرها علبة مجوهرات بشكل هندسي مساواية، بشكل طبعا هندسي من الصدف الرهاج الأخضر وصدف الأبيض، ومن جوا نحن خشب الجوز الرفيع المستوى، إذا طلعنا هيك من خشب الجوز. من جمالية الخشب أنا ما رضيت أنه نجدها من قلبها لبسها القماش هيك أحلى معلقة هيك، هذا خشبنا وخشب غوطتنا السوري الدمشقي. أكيد. اي من غوطة دمشق. حلو. فمثلا هيك في عنا هيك قطعة صغيرة هي بياخذوها مثلا لا يحطوا فيها اكسسوارات بدهم. نعم. يقدموا هدية ذهبية او الى اخره، هي لبستها انا البروكار. حلو. من داخلها لبستها البروكار ليعطيها جمال ورونق. هلا هذا كله هندسي. منجي لهذا الشغل اسمه الصدف المعشق. كيف يعني؟ مشغول من الصدف الابيض والصدف الاسود وخشب الزيتون بعروق نباتيه حلوه اذا اطلعنا عليها. عم نشوفها على الكاميرا؟ في عنا هلا هيك الاكبر هذا صندوق
صندوق فينا نعتبره للضيافة وفينا نعتبره لتقديم الهدايا. نعلي إيدنا شوي مشان يبين على الكاميرا. لتقديم هدايا. أوكي. هذا مشغول بخشب الجوز محفور بحفر العربي الفاطمي ومنزل فيه صدف الرهاج الأبيض. سيد يحيى هدول القطع هن يعني ما بيخربوا، كيف نحن يمكن بعد الشغل منحافظ عليهم، ويمكن شو أهم النصائح مثل هيك قطعة نحن نحطها ببيتنا؟ نعم. وتضل عايشة عمر أطول كتير مدة. طويل أو طول مدة، كيف هلأ بالنسبة لها شو هي الطريقة مثلا هاي معك صيانة هيك قطعة سواء كانت صغيرة أو حتى لطقم كنبايات أو ديكور؟ نعم. هل اللي بيخرب القطعة هو المي. المي. نبعد عنا المي ما والرطوبة. هو بالمي خرقة أو محرمة شوي مبلولة شوي ما تعصير بتنمسح فيها هالقطعة هاي الحلوة وما بتنبل. هالشوية رطوبة سحبت الغبرة، سحبت الوسخ، سحبت هذا، بس ما زعجت الخشب. الخشب المي بتخرب الحجر. صح. مو بس الخشب بتخرب الحجر، لذلك بدنا نحافظ نحن عليها بهي الشغلة. نحن لا منحط مواد كيماوية ولا منحط منظفات ولا كلور ولا شيء، هذا كله بيخرب. نعم. يخرب الشغل كيف ما يحتاج تنسحب الجافيل بس شوية رطوبة للمحرمة وبتنمسح بنمسح الديكور بتضل عايشة كده على الغبرة بتعيش مئات السنين. أنا اشتغلت وصلحت بعض القطع عمرها فوق 150 سنة عايشة. ليش؟ لأنه أصحابها مو مزبطين الشغل، بيعرفوا كيف يشتغلوا فيها. أكيد. هيك شغلات. نعم. أنا كمان بحب ضيف الكون شاركت يعني تدبتني وزارة السياحة لعدة معارض ومهرجانات وندوات خارج القطر وداخل القطر شاركنا فيها، وجبت من الشهادات والشغلات الحلوة لسوريا باسم سوريا، والحمد لله كنت من الأوائل يعني بمعرضين، بمعرض بالباكستان بإسلام أباد أخذت الدرجة الأولى على 71 دولة. حلو. نعم. يعني ما في شك أبداً. قدموا لي 3 شهادات تقدير. نعم. إضافة ل شغلة مادية، مكافأة مادية ل الشغل الحلو وفني وجهودي بهاي الحلو. أهم شيء أنك كمان رفعت اسم سوريا. طبعا باسم سوريا طبعا, طبعاً. وأكيد من لكم شيوخة الكار بأي مهنة أو حرفة أنتوا يعني دائما نقول إيديكم تلف بذهب، لأنه أنتوا محافظين على تراث وحضارة سوريا، وإن شاء الله بتعلموها لأكبر عدد ممكن كل الناس اللي بتحب أنه تتعلم هالمهنة الجميلة والمعتقة. أكيد. كمان مثل ما بيقولوا طبعاً نحن أنا بدوري علمت أولادي، عندي 3 أولاد صاروا شباب كمان صاروا معلمين ومنتجين بهي الحالة، بس ما بيشتغلوا أحلى منك. كل واحد شهادته مشروحة. بيجوز. شكراً كثير. ما بتعرف الواحد إلهام عنده يطلع معه قطعة أحلى من علمه. تماماً. نشكرك كثير. شكراً كثير لإلك. أهلا وسهلا. هيك انبسطنا اليوم بهالتراث الرائع يلي قدمت لنا إياه. يا ميت أهلا وسهلا. وتشرفونا محلنا بالتكية وتشرفونا عنا الشغل اللي بيعجبكم. أكيد. وبيسركم. وشكراً لكم. شكراً لإلك كثير. والإخبارية السورية واللي تعبوا معنا. شكرا كثير لوجودك معنا، وان شاء الله بتسلم هالايادي اللي عم تشتغل هيك قطع فنيه. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمكم.